إخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3. متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. التأمل يجي مع آية اليوم. اليوم عالمي جميل حلو، الجو عظيم، كنيسة رائعة، زوجة محبة، أولاد رائعون ومبارك، كل ما أحتاجه فعلا. لكن هذا سوف يتغير. الحياة ملزمة بالفناء، الحب متصل بأشخاص غير كاملون، الانفصال بالمسافة الجغرافية، خلاف، موت يمكن أن يحدث إلى حد ما، ولكن البركة المدهشة التي لدي في المسيح أن حياتي الحقيقية الأبدية مخفية مع المسيح في الله. لكن قد تبدو الأشياء جيدة في حياتي اليوم، لكنها دائما عرض للفناء. عندما يأتي المسيح سوف تكون كاملة بمجد وطهارة من الشر، الموت والتدهور. هذه أخبار جيدة للجميع، كل من ينتظر الخلاص. صلاة التجمعات. يوم إلهنا القدوس الصالح، أشكرك كثيرا على نعمتك الغامرة ونعمتك الكريمة التي خلصتني من الخطيئة. أشكرك على يسوع الذي قيامته تضمن قيامتي للحياة معك وجمع الشمل مع كل الذين ينتمون إليك، إلى أن يأتي ذلك اليوم حيث يتثنى لي أن أمجدك وجها لوجه. من فضلك أقبل شكري وتسبيحي باسم يسوع ربي ومخلصي، وصلي آمين.